بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 13. Je dors autour de feux d'hiver. Je dors autour de feux d'hiver. كمان نتكلم عن لعبة أدوار، يعني كل واحد غيمثل واحد الدور. Autour de feux d'hiver، حول حدث غير معتاد. إذن كما نرى les objectifs، الأهداف. Jouer un personnage de feux d'hiver، يعني أن تلعب دور شخص يمثل حدثا غير معتاد. Raconter un feu d'hiver، ثم أنك تحكي حدثا ولم يكن هذا الحدث معتادا في مكان ما. إذن كما قلنا جو دو رول autour de feux d'hiver. إذن سنرى هذا النص الصغير. 11 élèves du collège Sévigné. إذن 11 élèves du collège Sévigné. إذن 11 تلميذا من إعدادية Sévigné. À Paris بمدينة باريس dans le 5e arrondissement، يعني في الدائرة الخامسة. Et leurs professeurs de chimie ont été brûlés au visage. إذن نتكلمون عن 11 تلميذا من هذه الإعدادية بمدينة باريس بالدائرة الخامسة. Et leurs professeurs، ثم معهم أستاذهم de chimie الخاص بالكيمياء ont été brûlés، يعني أنهم أحرقوا. نتكلم عن لو فيرب brûler، نتكلم عن فعل أحرق. هنا نقول ont été brûlés، يعني أنهم أحرقوا. أو فيزاج، يعني أنهم أحرقوا في وجوههم. عند تجربة ما. إيه، يعني بالأمس. par des projections. par des projections. نتكلم على الغرب. projeté. projeté. يعني أنك تقذف شيئا. هنا نتكلم عن projection. كما نقول قذف أو تطاير. إيه، يعني بالأمس. par des projections d'acide sulfurique. يعني أنهم أحرقوا في وجوههم من خلال تطاير الحامض، كما نقول الكبريتي. لوغ دون إكسبيريونس أون كلاس. لوغ يعني أثناء، بوندون. لوغ دون إكسبيريونس، خلال تجربة. أون كلاس يعني في القسم، يعني أن التلاميذ مع أستاذهم للكيمياء كانوا يقومون بتجربة، فإذا بهذا الحامض السلفريكي إن صح التعبير أنه يتطاير على وجوههم. طبعا لاسيد سلفريك هي مادة محرقة. تو لي زونفون، كل أطفال. تو لي زونفون أجي دو 14 أن أنفيرون، كل أطفال. أجي كما نقول بسن دو 14 أن بسن 14 عاما. طبعا هم يدرسون في نفس المستوى ألاف دو تخوازيام. إذا نتكلم عن أطفال السنة الثالثة، من مستوى السنة الثالثة. طبعا من مستوى السنة الثالثة بالإعدادية. أون تاتي أوسبيتاليزي، يعني أنهم نقلوا إلى المستشفى. دائما عندما نرى لوفاب أوسبيتاليزي هذا عنده علاقة بلوبيتال. لوبيتال يعني المستشفى. إذا نقول عن شخص بأنه أوسبيتاليزي المقصود أنه نقل إلى المستشفى. إذا نتكلم هنا عن tous les enfants، إذا نتكلم هنا عن tous les enfants، كل أطفال. âgés de 14 ans environ، élèves de 3e، ont été hospitalisés. إذا tous les enfants ont été hospitalisés، كل أطفال تم نقلهم إلى المستشفى. dans les établissements du secteur، يعني بمؤسسات المكان. طبعا نقلوا إلى مستشفيات المكان. de même que leurs professeurs، أيضا معلمهم. بنفس الشيء مدرسهم. de même que leurs professeurs، كما نقول بنفس الكيفية أستاذهم. de même que leurs professeurs. la direction du collège a précisé، إدارة الإعدادية. la direction du collège، إدارة الإعدادية a précisé، يعني أن أوضحت. كوكان بأنه لا أحد. كوكان عندنا هنا كوكان بأنه لا أحد. دي بلاسي بأنه لا أحد من المجروحين مات سيريوزمون أتى، يعني أنه لم يتضرر بشكل خطير. يعني هاد المجروحين الذين أحرقوا على وجوههم لم يتضرروا، لم يكن هناك ضرر بليغ. نقول عن شخص بأنه سيريوه، يعني أنه جدي.
إذن هنا نتكلم عن كوكان ديبلاسي، كوكان ديبلاسي، لا أحد من المجروحين ناتي سيريوزمو أتان. طبعا أتاندر أنك تصل لشيء، هنا المقصود بأنه لم يصلهم هذا الجرح سيريوزمو، يعني بشكل جدي، بشكل بالغ. إذن لا ديريكسيون دي كوليج أبريسيزي كوكان ديبلاسي ناتي سيريوزمو أتان. إدارة الإعدادية أوضحت بأنه لا أحد من المجروحين أصيب بشكل بالغ، أصيب بشكل بالغ. ثم عندنا لارتيكل دو جورنال سي دو سو، اقرأ مقال الجريدة سي دو سو. بعض المرات أحيانا تكون عندنا سي دو سو، أحيانا تكون عندنا سي دو سو، هنا عندنا سي دو سو. كلمة سي دو سو كما لو أنها تتضمن سور، كما لو أنها تتضمن الظرف سور، يعني فوق سور، سور لا طابل، فوق الطاولة أو فوق المائدة. إذن سي دو سو المقصود هنا أعلى، إذن نتكلم عن النص الموجود في الأعلى. طبعا عندما نتكلم عن سي دو سو، هاد سي دو سو كما لو أنها تتضمن كلمة سو، سو لا طابل يعني تحت الطاولة أو تحت المائدة. إذن سي دو سو المقصود هنا أسفله، لكن الذي عندنا هنا طبعا سي دو سو هنا أعلاه. إذن أولا سنقرأ النص للارتيكل دو جورنال سي دو سو، إذن اقرأ مقال الجريدة أعلاه إغولاف، ثم استخرج دون لو تابلو دو كاتر كولون، ثم استخرج في الجدول دو أربعة أعمدة لي بيرسوناج يعني الشخصيات، لو ليو المكان، لو طون الوقت أو الزمن، إلي كونسيكونس ثم النتائج، إلي كونسيكونس ثم النتائج. طبعا نملأ الجدول، عندنا لي بيرسوناج الأشخاص الشخصيات المذكورة في النص، ثم عندنا لو ليو المكان، ثم عندنا لو طون الزمن، نحدد متى حدث ما حدث، ثم لي كونسيكونس ثم ماذا حدث بعد هذا الحدث، ما هي النتائج التي أدى إليها هذا الحدث. إذا نتكلم عن لي كونسيكونس طبعا فلي بيرسوناج فيما يخص الشخصية سنتحدث عن 11000 دو تخوازيام، 11000 دو تخوازيام آني دي كولاج، 11 تلميذا من الثالثة من مستوى الإعدادي أو الثانوي، 11000 آجي دو 14 أنفيرون، بسن 14 عاما تقريبا. ثم عندنا لو بروفيسور دو شيمي، طبعا لو بروفيسور ستان بيرسوناج، إذا هو شخصية أيضا مذكورة في هاد الحادث. ثم عندنا لا ديريكسيون دو كوليج، ثم عندنا لا ديريكسيون دو كوليج، طبعا إدارة الإعدادية أو إدارة الثانوية. إذا نتكلم عن أشخاص يمثلون هذه الإدارة، ممكن يكون شخص، ممكن يكون أكثر من شخص. عندما نقول بأن الإدارة قالت أو أوضحت، المقصود بأن هناك شخصا يمثل هذه الإدارة أو مجموعة أشخاص يمثلون هذه الإدارة، قالوا كذا وكذا وأوضحوا كذا وكذا. إذا نتكلم عن لي بيرسوناج كي سون 11 إليف دو 3ييم أني دو كوليج كي سون آجي دو 14 أون أنفيرون، puis on a le professeur de chimie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la direction du collège. ثم عندنا le lieu. Après, on a le lieu. إذن عندنا المكان. إذن طبعا نتكلم عن المكان حيث حدث هذا الحادث. إذن كما ذكرنا تكلمنا عن le collège Sévigné à Paris. ثم تكلمنا عن المكان حيث يوجد هذا le collège 5e arrondissement. La 5e arrondissement. إذا نتكلم عن الدائرة الخامسة، ثم تحديدا حيث حدث هذا الحادث، إذا نتكلم عن لاكلاس دو شيمي قاعة الكيمياء. ثم نأتي إلى خانة لوطون، نأتي إلى الوقت. إذا كما رأينا في المقال إيار 25 سبتمبر 1990، إذا نتكلم عن الأمس 25 سبتمبر، الأمس طبعا حسب الجريدة الأمس 25 سبتمبر 1990. طبعا كإضافة هنا عندنا ريسي، إذا نتكلم عن لو ريسي يعني الرواية، إذا نتكلم عن الرواية التي تمت في هذا المقال، إذا نتكلم عن ريسي أو باسي كومبوزي، إذا هذه الرواية تمت في الماضي،
تمت بالضبط في لو طون دو باسي كومبوزي. إذن أو باسي كومبوزي يعني أن تمت في لو باسي كومبوزي المعروف في اللغة الفرنسية. نقول مثلا أون تاتو بغيلي يعني أنهم أحرقوا. ثم عندنا لي كونسيكونس النتائج التي نتجت عن هذا الحديث. إذا نتكلم كما رأينا عن بغيلوغ إذا قلنا أون تاتو بغيلي أون تاتو بغيلي يعني أنهم أحرقوا. بمعنى آخر نتكلم عن دي بغيلوغ بمعنى آخر نتكلم عن دي بغيلوغ سون غرافيتي. إذا نتكلم عن حروق بغيلوغ يعني حروق سون غرافيتي بدون خطورة أو بمعنى آخر بغيلوغ سوبرفيسيال بغيلوغ سوبرفيسيال. إذا نتكلم عن حروق سطحية ليست عميقة ليست بحروق عميقة يعني أن فقط حروق على مستوى الجلد. إذا نتكلم عن دي بغيلوغ سوبرفيسيال لا سوبرفيسي يعني المساحة أو السطح لا سوبرفيسي نتكلم عن السطح. إذا نتكلم عن بغيلوغ سون غرافيتي إذا نتكلم عن حروق بدون خطورة أو بيان بغيلوغ سوبرفيسيال أو عن حروق سطحية أنها حدثت على مستوى الجلد. ثم عندنا أبارتير دي فيغولاتي أس أفيك تي كاماراد دو جوي لو رول دي بيرسوناج كي سون انترفوني دون سيت إيفينمون أمبولانسيي بوليسيي سابور بومبيي تيموان بيرسونيل دو كوليج إليف. إذا أبارتير دي في إذا انطلاقا من الأحداث غلطي. طبعا كما رأينا فيما سبق بأن لوفاب غلطي تعني أنك تحكي بالتفصيل. إذا أبارتير دي في غلطي انطلاقا من الأحداث المروية أسي هنا عندنا لوفاب إسي يعني حاول حاول أسي يعني حاول أفيك تي كاماراد مع أصدقائك دو جوي يعني حاول مع أصدقائك أن تلعب أن تلعب ماذا؟ لو رول دي بيرسوناج كي سون انترفوني. إذن حاول أن تلعب دور الشخصيات التي تدخلت في الحادث كي سون انترفوني الذين تدخلوا. إذن حاول أن تلعب دور شخصية من الشخصيات التي تدخلت. إذن نتكلم عن لانترفونسيون لانترفونسيون يعني التدخل كما عندنا هنا لو فيرب انترفونير لو فيرب انترفونير يعني فعل تدخل. أبارتير دي فيغولاتي انطلاقا من الأحداث المروية اسي افيك تي كاماراد حاول مع رفقائك حاول مع أصدقائك دو جوي لو رول أن تلعب دور أن تلعب دور دي بيرسوناج أن تلعب دور الشخصيات كي سون انترفوني الذين تدخلوا دون سيت ايفينمون في هذا الحادث. إذا ستلعب شخصية ماذا؟ مثلا أمبيلانسي مثلا ستلعب دور أمبيلانسي إذا ستلعب دور رجل سيارة الإسعاف أو بيا بوليسي ممكن أنك تلعب دور الشرطي أو بيا سابور بومبيي أو أنك تلعب دور رجل الإطفاء أو أنك تلعب دور رجل الإطفاء تيموان يعني شهود نتكلم على الفيرب تيموني يعني شاهدة أو بيان بيرسونيل دو كوليج أو تلعب دور شخصية خاصة بإدارة الإعدادية أو الثانوية أو تلعب دور ألاف تلعب دور التلميذ نتكلم عن التلاميذ المصابين أو تلعب دور تلميذ من التلاميذ المصابين. دابو كو دوا فيغ لالاف ماذا يجب أن يفعل التلميذ؟ لالاف دوا ليغ لو في ديفا دي جورنال لو فيغارو التلميذ عليه أن يقرأ هذا المقال المأخوذ من لو جورنال لو فيغارو المأخوذ من جريدة لو فيغارو كما رأينا. لالاف دوا كومبخوندر دابو سيت أرتيكل إذن التلميذ عليه أن يفهم أولا هذا المقال après avoir complété le tableau وبعد تتمة الجدول après avoir complété le tableau وبعد إكمال الجدول كما رأينا. إذن كما رأينا هنا les personnages 11 élèves ثم عندنا le professeur ثم عندنا la direction. إذن بعد إكمال هذا الجدول سنقسم الأدوار التلاميذ سيقسمون الأدوار بينهم. إذن ممكن من خلال هذه الأدوار أن نقسم التلاميذ إلى مجموعات مثلا لو غروب 1 يضم ان بوليسيي 3 تيموان 3 تيموان
إذا ممكن أن يكون هناك شرطي وثلاثة شهود غروب دو الفريق الثاني يكون في أن لاف بغيلي إذن يكون في تلميذ محروق يمثل واحد من التلاميذ الذين تعرضوا للإحراق ثم دو زومبيلونسي ثم اثنان من المسعفين دو زومبيلونسي اثنان من المسعفين ثم ممكن يكون عندنا فريق ثالث غروب 3 لو ديريكتور دو ليكول لو ديريكتور دو ليكول دو بوليسي اتسيتيرا يمكن ان نوزع الادوار حسب هذه المجموعات اونسويت لا برونو ايماجين افيك سون غروب لو ديالوغ كوريسبوندون او في ديفير اذا بعد هذا المتعلم او التلميذ ايماجين يعني انه يتصور عندنا لو فيرب ايماجيني يعني تصور اذا هذا التلميذ يتصور افيك سون غروب اذا هذا التلميذ يتصور مع مجموعته التي ينتمي لها لو ديالوغ كوريسبوندون او في ديفير اذا يتصور الحوار الخاص بهذا الحدث الغير معتاد اون في النهايه il choisit avec ses camarades le rôle qu'il va jouer élève ambulancier policier etc اذا بعد كتابه الحوار الذي ستقوم به المجموعه عند كل تلميذ سيختار الدور الذي يحبده اذا il choisit avec ses camarades le rôle qu'il va jouer élève ambulancier policier etc طبعا الاستاذ هو الذي سيحدد ان كانت عباره الحوار متوافقة مع الموضوع أم لا؟ إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.